لازم تكون جاهز. كان هو اليوم وايدات مشاركة. يوم مفتوح. بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم جميعا أعزائي المشاهدين والمتابعين، جمهور الأصالة والتراث، نرحب بكم أجمل ترحيبة في هذا اليوم، يوم الخميس الموافق 12 من شهر ديسمبر لعام 2015 للميلاد، حيث ناقل لكم وقائع هذا السباق المقام اليوم بمحافظة ظفار بولاية ثمريد. هذا السباق الذي يقيمه وينظمه شؤون البلاط السلطاني ممثلا بالهجانة السلطانية بإحدى المحطات التي تمر بها هذه المكرمة السامية التي تأتي من سيدي ومولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. أعلنت قبل قليل انطلاقة الشوط الأول المخصص للحجاج الأبكار، المسافة المقررة لهذا السن هنا 3 كيلومترات. نذهب مباشرة لكي نتعرف على الاسم المنطلق من بداية هذه الرحلة. أجد هناك الظبي سالم بن محمد بن سالم الشبيبي المركز الثاني، جبار حمود بن محمد بن نابت الحرسوسي المركز الثالث، جواهر زايد بن محمد بن سالم الشبيبي المركز الخامس. المركز الخامس وصلت في هذه اللحظات زيارة محمد بن نايف بن محمد الشبيبي، بينما الاسم القادم والمتدخل ثمريت محمود بن سعيد بن محمد اليحافي من تتدخل إلى المستوى الخامس. بينما المركز السادس هناك الشاهنية طحنون بن سالم بن سعيد الوهيبي، والمركز السابع تتدخل الشاهنية صالح بن حمود بن سالم الغفيلي، والاسم القادم الظبي تركي بن أحمد بن علي الحبسي، ومن الجانب الآخر جواهر زايد بن محمد بن سالم الشبيبي. بينما هناك الاسم القادم الغزيل تركي بن أحمد بن علي الحبسي. يكتفي بهذا القدر من الأسماء. نعود إلى المركز الأول مع المجموعة الأولى التي تتقدمها الظبي إلى حد هذه اللحظات، ويتواجد مالكا للظبي زايد أو سالم بن محمد بن سالم الشبيبي، من يقدم الظبي على المستوى الأول من بداية الانطلاق إلى حد هذه اللحظات، وهي تتمسك بالموقع الأول. بينما الملاحقة تأتي من الشاهنية صالح بن حمود بن سالم الغفيلي، من يقدم الشاهنية على المستوى الثاني. المركز الثالث جواهر زايد بن محمد بن سالم الشبيبي، والمركز الرابع هناك الريم محمد بن ناصر بن عبيد الوهيبي مع الريم في المركز الرابع، والمركز الخامس جبارة حمود بن محمد بن نابت الحرسوسي تتقدم إلى المستوى الخامس. بينما المركز السادس الظبي تركي بن أحمد بن علي الحبسي 1200 متر الأخيرة الفاصلة عن نهاية هذا الشوط، والقيادة والسيطرة والمركز الأول أراه ما زال لصالح الظبي والانطلاق مع الظبي والتمسك بهذا الموقع المميز لسالم بن محمد بن سالم الشبيبي. يا سلام، بدأنا ندخل في أجواء هذا الكيلو المثير، الكيلو الخطير، كيلو إصدار الأوامر والتعليمات، وما زالت القيادة مع الظبي ومالكا للظبي سالم بن محمد بن سالم الشبيبي. والمركز الثاني الشاهنية صالح بن حمود بن سالم الغفيلي التي تحاول أيضا لتغيير مسار الشوط لصالحها بالأمتار الأخيرة. المركز الثالث الاسم القادم جواهر زايد بن محمد بن سالم الشبيبي، والمركز الرابع يا سلام يا الاسم المتدخل هنا دمعة عبد العزيز بن عبد الله بن محمد اليحافي تتدخل إلى المستوى الرابع. بينما هناك من الجانب الآخر فتنة شاب بن حمد بن علي اليحافي، لكن أعود مع الظبي وتمسكها بالموقع الأول إلى حد هذه اللحظات. سالم بن محمد بن سالم الشبيبي 500 متر الأخيرة، ولكن يا سلام يا فتنة، أو هذه فتنة شهاب بن حمد بن علي اللي حافي من يغير من الجانب الآخر وينتزع المركز الأول عن طريق فتنة، ومالك شهاب بن حمد بن علي اللي حافي. الله الله الله، تحركت الشاهنية صالح بن حمود بن سالم الغفيلي، تحركت جواهر مع زايد بن محمد بن سالم
سالم الشبيبي، لكن فتنة هي الأقرب من خط النهاية ومن الناموس والانتصار. فتنة 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 شهاب بن حمد بن علي اليحافي، تهانينا والناموس لشهاب بن حمد بن علي اليحافي بمناسبة فوز فتنة بالمركز الأول بالشوط الأول للفترة الصباحية. هذه لحظة وصول فتنة إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس والانتصار. الشاهنية من أتت على المستوى الثاني صالح بن حمود بن سالم الغفيلي، والمركز الثالث جواهر زايد بن محمد بن سالم الشبيبي، والمركز الرابع لعبد العزيز بن عبد الله محمد اليحافي، والمركز الخامس جبار حمود بن محمد بن نابت الحرسوسي. بقيت الاسماء نحيلها للجنه التحكيم. نعود بالتهنئه والناموس لمالك فتنه شهاب بن حمد بن علي اليحافي بمناسبه فوزها بهذا الشوط الاول الصباحي المخصص للحجايج البكار.